مديرة عام صندوق النقد الدولي أعلنت أن الصندوق مهد الطريق للموافقة على دفع الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي واللي قيمته 2 مليار دولار. في أي إطار دكتور زكريا تأتي هذه الخطوة؟ صندوق النقد الدولي لا يهمه إلا أن كل شروطه تنفذ وأن البرنامج الزمن بتاعه يكون كما يريد. كويس. مشكلة الشريحة يتأخرت شوية مش لخلاف من عند مصر أو حاجة، هو لترتيب يعني اتخاذ الإجراءات. صندوق النقد له اشتراطات، الاشتراطات ديت اللي هو رفع الدعم عن الطاقة و يعني له شروط اللي هي منصوص عليها في شروط العقد. وأنا أشرت هنا إلى شيء مهم يا ميسرة، أرجو أن ينتبه له الناس. تفضل. إن هناك شروط غير معلنة من صندوق النقد الدولي في القروض بتاعته. من حقه مصادرة الأصول السيادية للدولة في حالة عدم السداد. مصادرة الأصول السيادية. أنا بقى خلي حد يرد علي يا أخي، موجودة في الشروط. من حق صندوق النقد الدولي أن يصادر الأصول السيادية للدولة التي تتخلف عن السداد. هذا نص خطير جدا، وهم دايما زي ما بيضللوا بيه. يعني ده يعني هذا النص غير خاص فقط بمصر، وإنما هذه هي ضمن شروط صندوق النقد الدولي عندما يقرض أي دولة. ايوه، في ناس كتير رفضت تاخد، في ناس كتير رفضت تاخد قرض الصندوق، انما احنا عندنا كل اللي بيعملوا ده عشان 2 مليار دولار، دي الشريحه الخامسه ولسه لنا شريحه واحده، علما بان عبد الفتاح السيسي عليه التزامات في عام 2019 28 مليار دولار تسدد، ولذلك بدأ يتجه إلى سوق السندات الدولية. 28 مليار دولار لأي جهة دكتور زكريا؟ لجهات متعددة. أيوة، حتى هي دول الخليج ما كانتش بتدي منح يا ميسرة. دول الخليج كانت بتدي ودايع وقروض. واخد بال سعادتك. وبعدين عبد الفتاح السيسي حتى يرشو فرنسا رايح يجيب ماكرون مصر علشان ماكرون مأزوم، فحياخد صفقة طيارات رافال اللي هي الطيارات اللي هي عاملة زي التكاتك في الجو، 12 طيارة علشان يسندوا. يعني هو ماكرون مش جاي حبا في السيسي، هو جاي ياخد منه فلوس. طب هيحارب بها مين إذا كان احنا حبايب مع إسرائيل، وإسرائيل طيارين قاعدين في مطارات إسرائيل وبيضربوا في مصر؟ يعني هتجيب طيارات رافال ليه؟ طب هناخد الفلوس يا ميسرة علشان يبني بها أعلى برج في العالم وأكبر أوبرا في العالم والنهر الأخضر والمصيبة الزرقاء عليه. طب يعني ما وأقول لك، النهاردة كان بزور المنطقة الخضراء الجديدة، فبيقول لك نحن نفخر بالإنجازات. إنجازات إيه؟ دي إنجازات خراب. هذا الرجل يتعمد تخريب مصر. كان السياحة يا ميسرة أيام ثورة، الثورة العظيمة 2011 كان 13 مليار، يعني تعادل أكتر من قرض صندوق النقد الدولي. ولكن عبد الفتاح السيسي علشان يثبت حكمه ويتاجر بقضية الإرهاب اللي هو صانعها وخالقها وبيصممها كل شوية، إرهاب إرهاب. طب هيجيلك سياحة زي وانت عندك إرهاب.